السلام عليكم متابعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم في البداية. لو أنت جديد في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك الشعار بكل جديد، واثنين اعمل لايك وشير الفيديو ده. النادي الأهلي يفشل في تحقيق الثلاثية التاريخية ليه؟ كان قدامنا فرصة إن احنا نحقق الثلاثية وإن احنا ناخد البطولة الثالثة على التوالي وال11 في تاريخ النادي الأهلي، ولكن ما حكانش فيه نصيب وقدر الله ما شاء فعل. كان في مجموعة عوامل أدت إلى النادي الأهلي يخسر البطولة دي، فهنبدأ نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. من البداية، أول خطأ تم ارتكابه كان من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم اللي جاله فاكس على كلام الكاف وقال له إن المفروض أنت لو عايز تقدم تستضيف نهائي دوري أبطال أفريقيا فالمفروض تقدم، وطبعا اتحاد الكرة لا بلغ النادي الأهلي ولا قدم ولا عمل أي حاجة، وإحنا عارفين إن الممثل بتاعنا في الكاف ملوش أي 30 لازمة هناك زي الشيخ شيخة وخلاص. فده كان خطأ الأولاني. جاء بعد ما النادي الاهلي بيطالب بحقوقه ورفع الموضوع للمحكمه الرياضيه وكلام من ده، وفي الاخر ما خدش اي حاجه، والماتش ده اتلعب برضه في المغرب. للاسف احنا عارفين ان قوه المغرب في الاتحاد الافريقي كبيره، وهي اللي بتمشي كلمتها هناك وهي اللي بتعمل كل حاجه. قبل كده عارفين الوداد كان واخد وعد ان هو هياخد البطوله، ولكن ده مش معناه ان دي كانت يعني اللي هو كان لازم ياخدها امبارح. يعني هم كانوا واخدين وعد بالبطوله وكان بيخططوا الموضوع ده كويس جدا. فوزي الاقجع دكتور في الاتحاد الافريقي كاف وبيعمل كل اللي هو نفسه فيه لصالح منتخب المغرب بتاعه ولصالح المغرب. محدش يقدر، يعني هو راجل شاطر بيعرف يجيب الحقوق لمنتخبه وللفرق بتاعت بلده. احنا بقى دور الباقي على الممثلين بتوعنا اللي بيبقوا موجودين في المناصب او في الاماكن وما بتعرفش تحافظ على حقوق الكره المصريه في اي مكان. رحنا شفنا عدد توزيع غير عادل للتذاكر، المفروض الاهلي كان ليه 10,000 تذكره ما خدش منهم غير 2000 ونص. شفنا عمال شغب، شفنا الامن بيتعامل ازاي مع بعثه النادي الاهلي ومسؤولين النادي الاهلي زي حسام غالي ده عضو مجلس نواب في مصر، بغض النظر عن ان هو عضو مجلس اداره في النادي الاهلي بيتعاملوا معاه كده ازاي. شفنا بصراحه تعنت واللي اتقلب في التعامل مع البعثه المصريه هناك. شفنا الاستاد كان متقفل ازاي من جماهير الوداد، ودي كانت حاجه متوقعه ان هم كده كده هيدخلوا جماهير الوداد باعداد كبيره للمباراه، وانت طبعا مش هتقدر تتكلم وهتلعب وخلاص. ده برضه ما يشيلش، يعني كان في ضغط جماهيري كبير واللعيبه بتاعتنا كانت خايفه وركبها بتخبط في بعضها وهي نازله تلعب، ولكن ده برضه ما يشيلش ان في جزء كبير من الخطأ كان على ميتسو موسيماني ولاعيبه النادي الاهلي في المباراه بتاعت امبارح. شفنا النادي الاهلي نازل من اول ما نزل المباراه ما بيعملش اي حاجه، واخد الكرة ورا بيباصي باصتين قليل الحيله، مش مستني تقريبا يدخل فيه الهدف الاول وبعد كده يشوف هيفكر يعمل ايه في بقيه المباراه. فعلا حصل، نزل جاء شوطة أولانية بس جت في العارضة، الكرة التانية جت جون، بعد كده النادي الأهلي بدأ يمسك الكورة. النادي الأهلي فنيا كان سيء جدا، بدنيا كان سيء جدا، مفيش نفسيا ومفيش أي تأهيل ومفيش أي تركيز من اللعيبة. اللعيبة كلها امبارح كانت بلا استثناء بتقدم مستوى زي الزفت. امبارح أنت بتلعب قدام الوداد، الوداد منتشر في كل الملعب ومقفل عليك بطريقة كويسة جدا وبيخطف منك الكورة، ولعيبتك بتعمل ميس باس كتير، فاتح لي مسافات الملعب. انت ضيق المسافات، يبقى في مسافات قريبه ما بين لعيبتك تعرف تباص الكوره بسهوله وتنقل الكوره، لكن المسافات بعيده، فبالتالي انت بتيجي تباص الكوره بتعمل مس باص، يقوم لاعب الوداد نزل في المساحه الفاضيه واخد الكوره راح عامل عليك هجمه خطر. ده حاجه. الحاجه التانيه اللي اتكلمت فيها في 90 فيديو قبل كده، التسديدات بيبقى في بعض المباريات بيبقى من اهم الاسلحه. شفنا امبارح الوداد شاط الكره اللي هي جت في العارضه، شاط الكره التانيه جت جون. في مباريات انت بتبقى محتاج اللي انت تكون مدرب فيها لعبتك على التسديدات تقدر تخلص بيها المباريات وتجيب بيها اهداف، لكن انا مش فاكر اخر مره النادي الاهلي جاب جون من تسديده من بره حدود المنطقه كانت امتى. ما عندناش في النادي الاهلي حد بيعرف يسدد، لا حد بيعرف يسدد ولا حد بيعرف يسدد ضربات جزاء. طيب ما ده تطوير اللعيبه، المفروض تطور نفسها، وفي نفس الوقت ده حاجه واقعه على المدير الفني اللي هو لازم تطور اللعيبه في الجزء ده اللي هو التسديد من بره المنطقه. كمان شفنا حاجات عجيبه، اللعيبه بتيجي على حدود المنطقه مش قادره تستلم الكوره، فرص كتير بالجمله بتضيع ومحدش فاهم بتضيع ازاي، فخطا مركب اخطاء مركبه سواء من اللعيبه او من المدير الفني. المدير الفني بيقول لك ما تتكلمش فنيا لما تبقى تديني حياديه. طيب انا في الملعب ما شفتكش الباص بسطان صح. موسيماني كاتب باسمه كافضل من افضل المدربين في تاريخ النادي الاهلي بالانجازات اللي هو عملها، وده طبعا ما حدش يقدر ينكره، لكن في مباراه امبارح كانت مباراه سيئه جدا جدا جدا. بقى لنا فترة شايفين لعيبة النادي الأهلي لا في لعيبة بتتطور، لا اللعيبة بتتطور بدنيا، ولا شايفين لعيبة فنيا بتزيد، ولا شايفين أي خطط تكتيكية ولا أي حاجة بتحصل في الملعب. بصراحة
بداية حقبة موسيماني مع النادي الأهلي كانت كويسة جدا، وكنا بنلعب كورة وبنعمل وبنأدي وكلام من ده، وده كان في جزء كبير راجع فيه لتطوير فايلر للاعيبة النادي الأهلي قبل ما يمشي. ولكن لما موسيماني فضل قاعد مع النادي الأهلي مستوى لعيبة النادي الأهلي بدنيا وفنيا بيتراجع، ومفيش أي تطور في أي جانب من الجوانب اللي موجودة عند لعيبة النادي الأهلي. للأسف مفيش أي تطوير ملاحظ أو أي خطط أو أي فكرة بتنفذ في الملعب باين على لعيبة النادي الأهلي، واضح إن في تأثير المدير الفني عليه. ده بصراحة يعني إحنا تقريبا شكلنا كده وصلنا لنهاية القصة مع بيتسو موسيماني في الحوار ده، اللي هو مش قادر إنه يطور اللعيبة، أو اللعيبة خلاص ما بقتش مقتنعة باللي هو بيعمله، فبالتالي ما فيش أي تطوير ولا في أي حاجة. وبيشوف ماتشات النادي الأهلي في الدوري اللعيبة مستوى سيء، امبارح في النهائي لعيبة مستوى برضه سيء جدا، فمش فاهمين ايه يعني المفروض يبقى في تغيير الفترة الجاية، سواء إضافة عناصر جديدة في الجهاز الفني لو موسيماني مكمل، أو تغيير موسيماني بالجهاز الكامل بتاعه. طبعا بغض النظر ان مدرب الحراس هيفضل موجود، لأنه ده الوحيد اللي يعني التغيير بتاعه ملاحظ على حراس النادي الأهلي. نيجي بقى للكابتن والناشئ الصاعد الواعد محمد هاني صاحب ال 27 سنة. محمد هاني قاعد في الأهلي بيعمل ايه؟ يعني ده واحد دلوقتي محسوب ككابتن من كباتن النادي الأهلي على أساس ايه؟ هو عشان موجود من زمان، لكن ايه الإضافة اللي محمد هاني بيقدمها في النادي الأهلي؟ مفيش. ايه التأثير محمد هاني في الملعب؟ دفاعيا مفيش. طب هجوميا مفيش. عرضي مفيش، لا عرضيات مفيش، اسيستات ما بعرفش يدافع، مستواه سيء جدا، ومش في ماتش او ماتشين، لا ده من السيزون ده، السيزون اللي فات كان برضه مستواه سيء جدا، بقى له 3 سنين ما لعبش فيهم اي ماتشات غير كاس العالم. الماتشين اللي بنروح نلعبهم في كاس العالم بيتألق، وتحس اللي هو خلاص الواد انفجر بقى داني الفش. تيجي بعد كده تبص تلاقيه مع النادي الاهلي لا عارف يباصي، ولا عارف يرفع، ولا عارف يعمل رقابه عكسيه في الكور الثابته، ولا في العرضيات، ولا اي حاجه. طيب احنا صابرين عليه ليه؟ في مجموعه من اللعيبه في النادي الاهلي كتير ملهاش اي لازمه، لازم يتم فلتره اللعيبه دي وتمشي في الفتره الجايه، وما بقالهاش وجود داخل النادي الاهلي. احنا بنعدش اسماء، واو معانا قايمه ومعانا لعيبه كتير في النادي الاهلي، وفي الاخر ما فيش اي واحد فيهم بيقدم اي اضافه. واول واحد المفروض انه يمشي من النادي الاهلي هو محمد هاني. بصراحة محمد هاني ما يقدمش أي أداء يشفع له إن هو يبقى موجود داخل النادي الأهلي في الفترة الجاية. لازم نصبر بقى نادي كريم فؤاد شوية، نصبر عليه، لأن أنت لو كنت اديت لكريم فؤاد نفس الوقت اللي أنت بتديه لمحمد هاني في الملعب كنت هتشوف تغيير ملحوظ على مستوى كريم فؤاد، لكن أنت جبته لعبته ماتش ماتشين مستواه كان كويس، ريحته بعد كده لمحمد هاني، بعد كده لما جيت تدي لكريم فؤاد ما كانش قادر يقف على رجليه ولا قادر يديك في الملعب، فبالتالي اللعيبه عايزه استمراريه، فانت لا اديني استمراريه في لاعب لسه صغير انا عارف ان هو ممكن يعمل لي حاجه بعد كده، بدل ما انت قاعد تدي ماتشات لمحمد هاني وبيعمل كوارث، وبرده موسيماني مصمم ان هو ما يغيروش. طب ليه؟ انا ما بقاش فاهم موسيماني بيفكر في الموضوع ده ازاي. الفتره الجايه لازم يبقى في احلال وتجديد في النادي الاهلي لو عايزين نستمر على ضرب البطولات ان شاء الله. خلاص كده النهائي خلص، ورانا دوري ابطال افريقيا الجديد هيبدا، عندك كاس مصر القديم، عندك كاس مصر الجديد، عندك مباريات الدوري. اتمنى ان شاء الله ان احنا نحصد البطولات دي السنه دي ان شاء الله. في النهايه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناه. سلام.